يا قوم يا قوم، لقد بعث محمدا سرية على رأسها ابن الخطاب. يا قوم اسمعوا، لقد بعث محمدا سرية على رأسها ابن الخطاب. يا رجل، أين رجالكم وجيشكم؟ وأين قادتكم؟ لقد هربوا جميعا، فهم لا قبل لهم بكم، ولم يتبقى لكم إلا الشيوخ والعجائز. يقول عمر: يا رجل، لم نأت غازين معتدين، وإنما جئنا ندعوكم للإسلام رجالا وشيوخا وغلمانا. ثم يأمر رجاله أن يدعوا من تبقى من أهل هوازن، ثم يعود فورا إلى المدينة. هل لك أن تتقدم إلى خثعم؟ يقول عمر: لا والله، فلم يأمرنا رسول الله إلا بهوازن. يا ابن رزام، جئنا إليك برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعترف بأنه رسول الله. هات ما عندك. لقد أراد رسول الله أن يوليك على خيبر، فأنت أعلم بها وبأمور أهلها وأرضها وحصادها، تحكم بين أهلك بالعدل وتوزع ما يخرج من الأرض. بل سنقتلك أنت ومن معك أيها الكاذب. بل انتظر يا رجل، انتظر لنتدبر أمرنا، فقد فاجأتني برسالة محمد هذه. ابتعد ابن رزام ومن معه من سادة غطفان للتشاور في مكان قريب من عبد الله، لكنه لا يسمح بسماعه لحديثهم. ألا تفكر إن أصبحت أنا ابن رزام واليا على خيبر؟ إن خيرها كله سيؤول إلينا، وسنستعيد قوتنا وعافيتنا وسطوتنا معا، ومن ثم يكون النصر حليفنا ونقضي عليهم جميعا. هذا هو الرأي الصواب. إن كان هذا الرسول صادقا، وأن محمدا بعثه فعلا بما يقول. عددهم 30 رجلاً، ما الرأي إذا خرج معي 30 رجلاً منكم أشد وأقوى من رجال عبد الله، حتى إذا ظهر كذبهم قضينا عليهم في الطريق؟ نعم، أوافقك الرأي. كان رسولاً من عند محمد، فلماذا يأتي ومعه 30 رجلاً مدججون بالسلاح؟ والله إنها لخدعة منك يا عبد الله. سوف أنتهز الفرصة وأجهز عليك وأقضي رجالي على أصحابك. ولكن حدث سوء ظن ودار القتال، وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه من أتباع ابن رزام، وغلب ما عدا واحدا أشدهم، وعاد المسلمون ولم يصب منهم أحد باستثناء عبد الله بن رواحة
الذي مسح رسول الله على جرحه فلم يتقيح ولم يؤذه. وتوالت بعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين تدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يقاتلون إلا من قاتلهم، مدافعين عن دين الله وعن رسوله الكريم. لا يمكننا ونحن نتحدث عن بعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه في السنة السابعة من الهجرة أن نغفل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى الوديان قرب المدينة، وهو وادي إضم. تقصد تلك السرية التي قتل فيها محلم الليثي عامر الأشجعي؟ النفس أمارة بالسوء، وقد فعل محلم في هذه البعثة ما أغضب الله ورسوله وأرانا الله فيه آية من آياته عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامر الأشجعي عدوي وغريمي منذ الجاهلية يلقي علينا السلام ولم يعلن إسلامه بين يدي رسول الله حتى الآن، لأقتلنه. ماذا فعلت يا محلم؟ لقد ألقى علينا السلام فهو مسلم، أفيكون جزاؤه القتل؟ والله إن هذا الفعل لا يغضب الله ورسوله. يا رسول الله، لقد قتل محلم الليثي عامر بن الأشجعي بعد أن ألقى علينا تحية الإسلام، ذلك لعداوة بينهما كانت في الجاهلية. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وطلب أن يعرض الدية على أهل عامر الأشجعي. جئت إليكم من عند رسول الله متمنيا أن تقبلوا عرضه من الدية بحق عامر، فهل لكم أن تأخذوا 50 من البعير الآن و50 أخرى إذا رجعنا إلى المدينة؟ والله لا أدع محلم حتى أذيق نساءه من الحزن ما أصاب نساءنا. يا معشر قيس، أأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله فيغضب الله لغضبه، أو يلعنكم رسول الله فيلعنكم الله بلعنته لكم؟